أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامج يا مساء الأنوار مع الجنرال مدحت شلبي من نادي شربين على الهواء مباشرة. يسعدني أن يكون معي مجموعة من رؤساء الأندية، معي الكابتن هشام أبو طالب نائب رئيس نادي دمياط، الكابتن حمدي الصباغ رئيس نادي كهرباء طلخة، الكابتن أشرف أبو حليمة رئيس نادي كفر الشيخ، الكابتن السيد مخيمر رئيس نادي تكرنس، والكابتن ممدوح جعفر رئيس نادي شربين. من على اليمين هنبدأ بالكابتن هشام أبو طالب رئيس نادي دمياط. نادي دمياط أحد الأندية الكبرى التي لعبت في الدوري الممتاز وتاهت وسط الماديات، وسط الملايين، نادي سمير زاهر ورفعت الفناجيل وعصام الحضري وقرتلي ومجد الصياد. الآن نادي دمياط تتسوى الملعب لإجراء التدريبات وإجراء المباريات. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أنا بشكر الكابتن مدحت شلبي إن هو أتاح الفرصة لأندية الأقاليم إن هي تعبر عن مشاكلها من خلال برنامجه الناجح يا مساء الأنوار. وفي البداية إحنا بنقول إن نادي دمياط من الأندية الشعبية الكبيرة المعروفة، وهو يعتبر من الأندية المظلومة على مستوى الجمهورية، لأن نادي بيتسول الملاعب من كل مكان، من مراكز الشباب، يعني بنتدرب في مركز شباب وبنتدرب في رومات الجديدة وبنلعب الماتشات بتاعتنا على استاد راس البر. يعني احنا ما بنلعبش الماتشات بتاعتنا في الاماكن اللي احنا بنتدرب بها، لان ما عندناش ملاعب نلعب عليها. واحنا عندنا مساحة من الارض حوالي 26.5 فدان موجودين في مصيف راس البر، وعبارة عن سور وحواليه ارض فضاء من الصحراء. عايزين من السيد الوزير المهندس خالد عبد العزيز ان هو ينظر نظرة لنادي دمياط، لان نادي دمياط من الاندية الشعبية الكبيرة، وحرام وما ينفعش ان هو يتسول الملاعب بتاعته ويأجرها. يعني احنا ما عندناش امكانيات عشان نأجر الملاعب دي، وعايزين نستثمر النادي الاجتماعي اللي موجود عندنا في دمياط، اللي هو بيقع على مساحة على 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 في مكان فريد من نوعه على شاطئ النيل بالظبط. وكمان عندنا النادي الاجتماعي في مدينه راس البر، وعايزين كمان يبقى في حمام سباحه علشان عدو الجمعيه العموميه بتاع نادي دمياط يحس بادميته ويحس ان هو يعني بيستفاد من نادي دمياط ومن النادي بتاعه. كمان عندنا مجموعه من الملاعب الأخرى عايزين نعملها، الملاعب الفرعية وملعب الخماسي وملاعب الألعاب الفردية الأخرى، عايزين برضو السيد الوزير يهتم بها. كابتن حمد الصباغ رئيس نادي كهرباء طلخة أحد أندية القسم الثاني، معنا مع الكابتن مدحت شلبي في مساء الأنوار الدكتور كمال درويش رئيس لجنة الأندية البث الفضائي السابق، وصل من التلفزيون المصري إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بعد الشيكات. هل السلام عليكم. طبعا انا برحب بالكابتن مدحت شلبي والدكتور كمال درويش، وبقول لهم كل سنه وهم طيبين بمناسبه اعياد الربيع. بالنسبه للجزئيه بتاعه الشيكات بتاعه البث الفضائي، طبعا لغايه وقتنا هذا ما فيش اي حاجه جت وصلت للنادي. وانا سبق قبل كده اتكلمت في حته الشركات، النوادي الشركات النهارده كلهم انا حاسس ان في تفرقه بين النوادي وبين فرق الشركات، بالرغم ان في اكتر من 36 نادي في الجمعيه العموميه موجوده داخل سور الاتحاد. وسبق ان قبل كده انا اتكلمت وقلت ان برضك ما فيش مراعاه لنادي لفرق الشركات. النهارده طبعا حته الموارد الماليه بالنسبه لوزاره الكهرباء، احنا فرقه خاضعه لوزاره الكهرباء، ما فيش سيوله طبعا موجوده، معتمدين على حته الدعم المادي بالنسبه اللي بيجي من قبل اتحاد الكوره، او دعم مادي او دعم ملابس او اي دعم. لكن طبعا انا شايف ان في تفرقه موجوده، يعني ظاهره جدا بين فرق النوادي وفرق الشركات. الكابتن اشرف ابو حليمه رئيس نادي دمياط، اذا كان الكابتن مدحت شلبي من دقيقه واحده
رئيس نادي كفر الشيخ، يتحدث مع الدكتور كمال درويش أن أبينا أو رضينا المدارس ليس بها ملاعب، ما بالك إذا كانت أندية المحافظات زي الاتحاد السكندري في اسكندرية وفي الدقهلية المنصورة وفي دمياط دمياط وفي كفر الشيخ عواصم المحافظات ليس بها ملاعب. مساء الخير كابتن مدحت، مساء الخير الدكتور كمال درويش أستاذي ورئيس قسمي. نادي كفر الشيخ من الأندية الكبيرة، شعبية جماهيرية، بينافس على البطولات، لكن للأسف الشديد كل مساحة النادي 3 أفدنة، لا يوجد ملعب لتدريب، لا يوجد ملعب لمباريات، فريق بيتدرب في نادي بيلة، بيلعب في نادي بيلة، بيتدرب في نادي سخة، كل دي ملاعب مؤجرة، توجد مساحة ملاصقة لنادي كفر الشيخ تتعدى 50 فدان ملك وزارة الزراعة. تحدثنا فيها كثيرا مع السيد المحافظ بأن يكون في لقاء مع بين السيد الوزير والسيد المحافظ في تخصيص هذه الأرض لنادي كفر الشيخ. الأرض دي مش هتخصص علشان استفيد بيها أنا أو مجلس إدارتي، لا، يستفيد بيها الشباب والنشأ اللي طالع، اللي احنا بنحاول ان احنا نجذبه لمكان نقدر فيه يتخرج منه شباب واعي لبلده مؤمن بقضية بلده. الكابتن السيد مخيمر رئيس نادي ديكيرنس. نادي ديكيرنس في 2007 جات له 12 مليون جنيه لتنفيذ ان هو اتاح الفرصه دي، والكابتن معاذ الزكي ان يبقى في منبر يقدر يوصل صوت انديه الاقاليم وانديه الدرجه الثانيه. هو البدايه بدايه الموضوع ابتدى بان في موافقه جت من السيد نائب رئيس الوزراء وزير الزراعه على تخصيص ارض مساحتها 24000 فدان وهو 900 لاقامه استاد نادي ديكيرنس، ثم موافقه السيد معالي وزير المرافق والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه بالموافقه على اقامه استاد بميزانيه 30 مليون جنيه. تم اسناد المشروع لشركه المقاولين العرب بالاسناد المباشر، تم تنفيذ اعمال بالفعل بقيمه حوالي 12 مليون جنيه. شركه المقاولين العرب صرفت حوالي 7 مليون جنيه ومتبقي لها مستحقات حوالي 5 مليون جنيه، وتوقف الاعمال من سنه 2009 بسبب عدم سداد المستحقات. احنا كمجلس ادارة قدرنا نتواصل مع كل الجهات من مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية لان هي المنوط بها الصرف على المشروع لوزارة الشباب والرياضة، خطبنا كل الجهات لسداد المبلغ. وهنا المشكلة اللي حصلة ان ده مبلغ مصروف بالفعل، يعني تقريبا 7 مليون جنيه بالاضافة ل 4 مليون جنيه ثمن الارض ومستحق 5 مليون جنيه للمقاولين. بقول لحضرتك كابتن مدحت ومناشده من عند حضرتك للسيد وزير الرياضه المهندس خالد عبد العزيز، الراجل اللي جاي مهتم فعلا ان يبقى في منشات رياضيه في الانديه المصريه تليق بيها. نادي ديكيرنس نادي كبير، نادي قديم، كان يستحق ان يبقى موجود فيه استاد من سنوات طويله، بينافس السنه دي في الممتاز به بشكل ماشيين بشكل كويس، واصلين لدرجه كويسه. للاسف عندنا في النادي ملعب واحد بيتدرب عليه 6 فرق بالاضافه للفيرست تيم بالاضافه لفريق للصم والبكم. فاللي احنا طالبينه ان يتم يعني نظره من السيد وزير الشباب والرياضه لاستكمال الاعمال، لان دي موجوده بالفعل ومعرضه للاهدار، ونتمنى صوتنا يوصل للسيد وكيل للسيد وزير الشباب والرياضه، وخصوصا اللي موجود السيد المهندس ابراهيم محلب، وهو كان رئيس راجل رياضي، كان رئيس نادي المقاولين العرب قبل كده، وكان رئيس مجلس اداره شركه المقاولين العرب مع سياده الوزير باذن الله. نوح جعفر رئيس نادي شربين. نادي شربين احد الانديه التي تنافس وبقوه في الوصول الى دوره الترقي. انديه الجماهيريه اللي زي شربين وزي كفر الشيخ وزي دمياط، ما هي وسائل الدعم التي يتم بها تدعيم هذه الانديه؟
بالبرنامج المتميز مساء الانوار والاعلام الرائع كابتن مدحت شلبي، بحييه وبنقل له تحيات مجلس اداره وجماهير واعضاء الجمعيه العموميه لنادي شربين، وبنقل تحياتي للدكتور كمال درويش. الانديه احنا نادي شربين من الانديه اللي دايما لها طموح ان هي تصعد دوري ممتاز، وان احنا صعدنا دوري ممتاز سنه من كاس العالم ولغى صعود تواني المجموعات. الحلم الصعود جوانا عند مجلس الاداره، اللعيبه، الجهاز الفني. الحقيقه احنا عندنا مجموعه لعيبه رائعه، تيم وجيل متميز جدا، عندنا جهاز فني رائع بقياده الكابتن احمد سند، وعندنا مجلس اداره محترم بشكرهم على المجهود اللي بيبذلوه. وان شاء الله بقول ان حلم الصعود قريب، وبطلب دعم كل رجال الاعمال في مدينه شربين. انا عايز اشكر الكابتن مدحت شلبي ايضا، لان الحلقه اللي كانت في نادي جزيره الود كانت لها صدى جامد الاسبوع اللي فات، وكانت من اسباب زياره معالي الوزير خالد عبد العزيز. انا عندنا كابتن مدحت مشكله الانديه الشعبيه والجماهيريه، لان نظام الاحتراف اتطبق غلط، طبق سنه 90 من 24 سنه لما بدانا نفكر ان احنا اللاعب يبقى له عقود والاحتراف، وما فكرناش في بقيه المنظومه، ما فكرناش ازاي هنقدر النادي يقدر يلتزم مع اللاعب، ما فكرنا في الجزئيه الخاصه باللاعب وما كملناش منظومه الاحتراف. فاحنا الحقيقه لابد من اعاده النظر في الكيفيه التي تدار بها الانديه الرياضيه في مصر، والاقرب هي تحويلها شركات مساهمه. الكابتن مدحت لازم يتكلم في الجزئيه ديت، وشكرا. احنا بنشكر رؤساء الانديه خاصه رئيس نادي كفر الشيخ ورئيس نادي دمياط اللي جولنا من محافظات اخرى عشان يتواجدوا في البرنامج مع مساء الانوار. عوده سريعه الى الجنرال مدحت شلبي وضيفه الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق.